ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وعلم وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقة وإن تعديا لواحد بلا حمز فالاثنين به توصل والثاني منهما كثان فإن كسى فهو به في كل حكم ذو جزاء وكاء والسابق نبأ سابقي السابق نبأ أخبر حدث أنبأ ثلاثة خبر. بسم الله الفعل يكون لازما فتدخل على الهمزة فتعدي إلى مفعول ويكون متعديا إلى مفعول فتأتي الهمزة فتعدي إلى مفعولين والقياس أن تدخل على المتعدي لاثنين فتعدي إلى ثلاثة لكن الأخير لم يجد الله في هذا الحال والأول يجد قال الله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة تقول نزل التوراة وتقول أنزل الله التوراة جاءت الهمزة عدت نزل إلى أنزل وتقول رأى زيد الهلال رأى نصبت مفعولا وتقول أرى خالد زيدا الهلال والقياس أن يقع ذلك في المتعدي الاثنين لكنه وقع قليلا في هذه الحال وذكر ابن مالك قال إلى ثلاثة رأى القلبية وعلم القلبية عدت العرب إذا صار أرى وأعلم فتقول رأى خالد عمرا محقا بقلبه رأى تقول أرى محمود خالدا عمرا محقا ثلاثة وتقول علم زيد صالحا صادقا وتقول أعلم علي خالدا عمرا محقا نصر ثلاثة أنا أقول إلى ثلاثة رأى وعلم اللتين كنا بصادما قريبا عدوا إلى صراء أرى وعلم وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث ما الذي لمفعولي علمت لهما التعليق والإلغاء وعدم جواز معمول أي منهما إلا لدليل وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث يظن عقلا فمن الإلغاء تقول أرى تقول عمرو محق أرى علي سعيدا ألغيته تأخر عمرو محق متذكر وتقول أرى عمرو سعيدا لزيد محق علقت بلام الابتداء واضح ولا يجوز حذف من أي منها إلا لدليل تقول عرب البركة أعلمنا الله مع الأكابر ألغي العامل لتوسطه البركة مرفوع أعلمنا الله توسط العامل بين المبتدأ والخبر والغية قال وما لي مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقة قال رحمه الله وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به بلا همز توصل لكن هنا التوكيد الخفيفة إذا أوقف عليها تبدل ألفا وسوف تأتيك في التوكيد وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا إذا قيل لك توصل قل هذه توصلا وأبدلت هنا التوكيد الخفيفة ألفا تقول رأى زيد الهلال تعدت إلى مفعول واحد وتقول أرى علي زيد الهلال وتقول علم زيد النحو وتقول أعلم سعيد زيد النحو أنا قلي وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين بلا همز توصل والثاني منهما كثالث كسى مفعول به فضل لا قيمة له لشيت حذفته لدليل أو لغير دليل فتقول أرى خالد زيدا وتحذف الهلال وتقول أرى خالد بحذفهما معا وما لي مفعول وإن تعدى لواحد فالاثنين به توصل فتقول كسوت عاليا وتحذف جبة أو ثوبا وكأرى السابق في كون ينصب ثلاث مفاعل نبأ قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني والعفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمول التاء مفعول والأول نائب فاعل وأن رسول الله وعدني أنه مدخولها سدنا سدنا وعلي عليم أعظم نبئ وتقول نبأ أخبر قال وما عليك إذا أخبرتني دنفا أخبرتني التاء نائب فاعل الأول والياء مفعول ثاني ودنفا مفعول ثاني حتى فمن حدثتموه له عليها الولاء حدثتموه التاء مفعول الأول نائب فاعل والهاء مفعولها الثاني وله عليها الولاء جملة سد فسد مفعول الثالث ما بعد أنبأ قال وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن أنبئت التاء مفعول الأول نائب فاعل وقيس مفعول الثاني وخير أهل اليمن مفعول الثالث خبر قال وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها التاء نائب فاعل الأول سوداء الغميم ومريضة مفعول الأول ومفعول الثاني كلها جاءت في صيغة مبنية المجهول لكن جاءت في القرآن الكريم مبنية المعلوم قال وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم كن مفعول الأول ليس نائب فاعل وإنكم لفي خلق جديد جملة سد المزدر الأول والثاني أنا قلت سأخبر أحد هذا أنبأ